النهارده كوتش موسيماني المدير الفني للفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي بيعلن قائمه الفريق لمواجهه سيمبا بكره. بكره الماتش الساعه 9 بالليل باذن الله على استاد الاهلي والسلام. عايز اقول لكم القائمه كده سريعا. طبعا استمر او بيستمر غياب كهربا بالرغم من ان كل التوقعات كانت بتشير الى امكانيه عودته للمباريات بدايه من اللقاء بتاع بكره، لكن على كل الاحوال قائمه الاهلي جاءت كالتالي: محمد الشناوي، احمد رمضان، باكم، رامي ربيعه، مروان محسن، محمد شريف، وليد سليمان، ايمن اشرف، بدر بنون، حسين الشحات، ديانج، علي لطفي، عمرو السوليه، صلاح محسن، محمد قفشه، سعد السمير، ناصر ماهر، اكرم توفيق، بواليا، طاهر، جونيور اجاييه، محمد هاني، ومصطفى شوبير. طبعا الجهاز الفني بيستبعد محمود كهربا لامور فنيه، وياسر ابراهيم طبعا معروف، وعلي معلول للاصابه الكابتن هاني. صحيح.